السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. في الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم لي ميني بيتزا في المول العجيب الصغير. البيتزا السائلة كيمكن لكم ديروها في المول العجيب الصغير ميني بيتزا، او ديروها في المول العجيب الكبير بحجم عائلي، ليكم الاختيار اللي بغيتو. كيجيو زوينين في المنظر ديالهم فاش كنديروهم صغيورين، كيجيو زوينين بحال هكا نديوهم معنا في خرجات دابا في الصيف، اولا تزينو بهم مثلا البوفيه ديال اعياد الميلاد، كيجيو زوينين في المنظر ديالهم وساهلين في التحضير وما كياخذوش منا وقت بزاف، ومقادير في المتناول. غنحضر معكم العجين هو الاول، ومن بعد غادي نوجد معكم الحشوه باش غادي نعمرهم. غنديرهم بشويه ديال الكفته اليوم. في المقادير ديال العجين غنحتاجو جوج ديال البيضات يكونوا بالدرجه ديال حراره المطبخ، عندي الملحه غناخذ منها واحد المعلقه صغيره، كاس ونص ديال الدقيق الابيض، طحين الفورس القياسات بالكاس ديال العنبه ولا الكاس ديال اتاي، كاس ونص ديال الدقيق الابيض، عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، زيت الزيتون ولا الزيت النباتي اللي عندكم في الدار تقضيو به الغرض، كاس ديال الحليب بارد. بالنسبه للخميره ديال الحلوه غادي ناخذ غير نص ديال الخماره، تقريبا واحد جوج معلقات صغار او ما يعادل 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. غادي نسم العجين ديال البيتزا، ندير فيه معلقه صغيره ديال الثوم بودره ومعلقه صغيره ديال الاوريغانو ديال الزعتر. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو باش غنوجد بهم العجين. غادي ندوز دابا باش نخلطو معاكم. خديت هنايا هاد الزلافه ديال الزاج، درت فيها البيض، جوج بيضات، غندير واحد شويه ديال الملحه، نص معلقه ديال الملحه، نص كاس ديال زيت الزيتون ولا الزيت النباتي اللي عندكم، كاس ديال الحليب البارد. غادي ندير شويه ديال الثوم بودره، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الثوم بودره، شويه ديال الزعتر غير باش كنسمو به العجين ديال البيتزا. غادي نخلط كلشي في خطره واحده. غندير هنايا الكاس ديال الطحين ونزيد نص كاس، كاس ونص ديال الطحين كيف ما قلت لكم، وغادي نزيد الخميره. الخميره ما تكثروش الخميره حيت تفيض لكم من المول الا كثرتوا الخميره. هنايا عندي معلقه، جوج معلقات ديال الخميره او ما يعادل كما قلت لكم 7 غرام حيت هاد الساشي راه كيكون فيها الدوبل. صافي، وغادي نخلط مزيان هاد الخليط هذا، نخلطو مزيان حتى يندمج ليا كلشي ونعاود نتلاقى معاكم. بعد ما خلطت العجين ديال البيتزا كيجي على هاد الشكل هذا، غادي نخليه على جنب. وغادي نوجد دابا ليمون اللي غادي ندير فيهم لي ميني بيتزا. كناخذ هاد ليمون هادو الصغار، هاد المول العجيب اللي كيكون فيه هاد الحفره هادي الوسط، غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده بحال هكذا. ضروري ما تدهنوهم باش ما تلصقش لكم البيتزا ملي تخرجوها من الفران بحال هكذا. صافي، وكنديروا لهم شويه ديال الدقيق، نرشهم بشويه ديال الدقيق بحال هكذا البنات. ستفت ليمون كاملين في الطاوله اللي غادي تدخل الفران. صافي، وكنبدا ندير فيهم العجينه، ما كنعمرهمش بزاف حتى الفوق، القياس تقريبا ديال واحد جوج معالق كبار ديال العجينه السائله. صافي، كندير بحال هكذا، انا عندي هذا الكاس كيعاونني. كما قلت لكم القياس ديال واحد جوج معالق كبارين حيت فيها الخميره مازال غادي تزيد طلع. صافي، غادي نعمرهم كاملين بحال هكذا. غادي ندخلهم يطيبوا في الفران اللي سبق ليا وسخنته على 150 درجه حراريه، العافيه تكون متوسطه. غادي نشعلو من الفوق ومن التحت، ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب، تقريبا ما بين 10 دقائق ربع ساعه كيكونوا واجدين بحال الشكل ديال طياب الكيك، غير حيت هادو مولات فرديه
دغيا كيطيبوا لينا، ما كياخذوش الوقت بزاف. صافي انا غادي ندخلهم دابا يطيبوا وندوز نوجد معكم الحشوه ولا العماره باش غادي نعمروهم. خديت البنات هنايا المقله، درت فيها واحد البصله صغيره مشلضه، شويه ديال الكفته تقريبا ما بين واحد 100 غرام حتى 150 غرام ديال الكفته، ما كنحتاجوش بزاف. الا ما عندكمش الكفته ممكن تعوضوها ديروا غير علبه ديال الطون، تصفيوها من الماء ولا من الزيت وتزيدوها معها شويه البصله وشويه الفلفله اللي غندير انا بالالوان. صافي هنا درت شويه ديال زيت الزيتون، غندير واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفله الحمراء الحلوه، تحميره، واحد شويه ديال الابزار، الفلفل الاسود، وشويه ديال الثوم بودره بحال هكذا. صافي عندي فلفله اللي قطعتها بالالوان، عندي غير الحمراء والخضراء غنزيدها حتى هي. كيمكن لكم تعمروهم باللي بغيتوا، بداك الشيء اللي عندكم في الدار تعمروهم به. غادي نخلي الحشوه كطيب مزيان وتنشف من الماء، ما يبقاش فيها الماء نهائيا. صافي على نيت ما يوجدوا لي ليمون اللي دخلت للفران، ونخليهم يبردوا شويه ونعمروهم. من بعد ما وجدوا كيف ما قلت لكم راه ما كياخذوش الوقت بزاف، تقريبا ما بين 10 دقائق ربع ساعه كيكونوا واجدين. صافي كيتحيدوا بسهوله من المول، ضروري ما تدهنوه بشويه ديال الزبده وبشويه ديال الدقيق باش ما يتلصقوش لكم. صافي وكنقلبوهم بحال هكذا في الطاوله. صافي دابا غادي نبدا نعمرهم. عندي هنايا الصلصه ديال البيتزا واجده، كناخذ غير واحد المعلقه صغيره، مكتروش بزاف، وكنديرها هنايا في الوسط. بحال هكذا غير معلقة صغيرة. نعمرهم كاملين في الاول بالصلصة ديال البيتزا. معمرهم دابا بالكفته، انا عمرتهم نيت مزيان بالكفته. بحال هكذا عندي شويه ديال الزيت والكحل، غندير شي شويه باش نزين. ندير لهم كاملين شويه ديال الزيت والكحل. دابا غادي ندير لهم الجبن، اي جبن عندكم، الجبن ديال الموتزاريلا. انا اليوم ما عنديش، حكيت غير شويه ديال الجبن ديال البارميجانو. صافي غادي نديرو من الفوق الجبن اللي عندكم في الدار. صافي غادي نبقى ندير بحال هكذا من الفوق. اصلا دابا هما راه طايبين والكفته حتى هي طايبه، غادي ندخلهم من الفران بحال غير غادي يذوب هذا الجبن هذا. صافي غادي نخرجهم. نغطيهم كاملين بالجبن بحال هكذا، عمرتهم نيت مزيان يجيو زويونين. غادي نرش عليهم شويه ديال الزعتر. البنات راه حيدت داك الجبن اللي طاح ليا باش ملي ندخلهم الفران ما يتحرقش دغيا دغيا في الطاوه. صافي غادي نرش عليهم غير شويه ديال الزعتر بحال هكذا، هذا اختياري. صافي وغادي ندخلهم، غندخلهم كما قلت لكم غير يذوب الفرماج، وغنوريكم كيفاش جا الشكل النهائي ديالهم. شوف الشكل النهائي ديالهم، كيجيو البنات لذادين في الطعم ديالهم
وراقيين حتى في المنظر ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا، بحال هكا ميني بيتزا صغيورين شفتوا، تقدروا ديوهم معاكم في الخرجات ديالكم الصيفيه، كما قلت لكم تزينوا بهم البوفيه ديال اعياد الميلاد ديال وليداتكم، ديروا منهم كميه كثيره. انا اليوم تقاسمت معكم غير مقادير قليله باش شاركت معكم الوصفه، وانتم يمكن لكم تضاعفوا المقادير. غنفتح واحد الوحيده باش نوريكم حتى كيفاش كيجيو من الداخل ديالهم. اوبس، كنتمنى يعجبكم المحتوى ديال الفيديو ديال هذا النهار. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم بتعليقاتكم اللي كتخليو لي دائما واللي كتزيد تشجعني. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد ديالي. شكرا لكم وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفات جداد وشهيوات جدادين. بسلام عليكم ونهاركم مبروك.